حضرتك ركزت على ان المخدرات انما تجيناش لليبيا، هذا هو الغرض الوحيد من الاي سي تي ان او في اسباب اخرى؟ في اسباب كثيره بالنسبه للاي سي تي ان، لو نجون عدوهن اسباب كثيره جدا، سواء على الصعيد التهرب او على صعيد الامن القومي. خلينا نعدد لك شن هن الاشكاليات اللي مترتب عليها موضوع الاي سي تي ان وليش نحن نحاربه فيها. تساؤلات كثيره نطرح فيها في الحالات اللي واجهتنا خلال السنوات الماضية عن تحديد هوية المشتري على سبيل المثال، تزوير المستندات سواء فاتورة الشحن، سواء فاتورة البيع عفوا، شهادة المنشأ، بوليسة الشحن، الإقرار الجمركي، كل المستندات هذه بالكامل يتم تزويرها وتزويرها في داخل ليبيا. وثبتت هذه الحالات في السابق، وقيدت كل المعاملات ضد مشهور نتيجة عدم معرفة من هو المشتري. القضية الأخرى معرفة من هو البائع. احنا الآن حتى لما طلع التقرير الجلوبال ويتنس، واحدة من الأشياء اللي يعني كانت محل تساؤل لدى كاتب التقرير ان عدم معرفة بيانات كافية عن البائع. حتى البيانات اللي كان ينشر فيها المصرف المركزي كان ينشر في اسم المشتري اللي هو التاجر الليبي، لكن منين شراها ما فيش. المشكلة وين؟ المشكلة اللي حتى اللي ينشر فيها اللي تنشر فيها الدولة المصرف المركزي هي البيانات اللي داخل المنظومة المصرفية في شكل اعتمادات، لكن السوق الموازي ما عندناش قاعدة بيانات لها ولا نقدر نتبعوها بشكل دقيق إلا بعد وصول البضاعة إلى الميناء. يعني ما نقدرش نعرف أي معلومة مسبقة قبل وصولها للبضاعة وقبل مغادرتها للميناء. معرفة مصدر الأموال وهذا مهم جدا، من هذه المنظومة نستطيع معرفة مصدر الأموال. الآن البضائع اللي جي اللي ذكرت الإحصائيات والأرقام الخاصة بالترامادول والحشيش وغيره كلها بالكامل مصادر أموالها مجهولة لغرض سهولة تحويلها أو التهرب أو الهروب في حالة اكتشافها. معرفة نوع المنتج، الآن عندنا التزوير اللي صاير في الفواتير واللي صاير في المستندات يغير في أنواع المنتجات. يعني في مرة من المرات، مش مرة عفوا، كل الحالات اللي جينا في التهريب تلقاه حليب أطفال وتلقاه جايب ترامادول، تلقاه عصير وتلقاه جايب زجاجات خمر، تلقاها منتج معين آخر في مقابلة تلقاها الحشيش وغيره وغيره من المنتجات.